زي ما انتوا عارفين ان رياض محرز من اللعيبه المميزه باستلام الكرات، وطبعا هو لاعب من القلائل قوي انك تشوف لاعب بيستلم الكره، الكره ما بتطلعش يعني اقول لك ربع متر قدام، بتثبت في مكان. فطبعا دي موهبه ربانيه. قبل كده كان زين الدين زيدان مميز برضو بالاستلام، لو شوط عليه كره شوط مش رفع هيستلم، لان هو اكيد في تكنيك بيطبقه لاستلام الكره. طبعا هي بجانب الموهبه، لكن رياض محرز كان في مباراه الاهلي والاتحاد شفناه بيستعرض في حته استلام الكره، بيستعرض ازاي زي ما انتم شايفين كده، اكنه مش شايف الكره والكره جايه من بعيد. فطبعا هو الكره هو استعراض طبعا، لان هو عارف ان هو 100% هيستلمها مظبوط والكره جايه عابره للقارات وهيستلمها برضه. فطبعا ده دليل على احترافيه رياض محرز في استلام الكره، بيتفنن في استلام الكره.